اليوم في ماينكرافت لقيت أكثر من 20 صندوق موجود بهذا المستطيل مال الديرت، فأجالي الفضول وقلت لازم أعرف شنو موجود داخل هاي الصناديق، وانصدمت إنه موجود في كل صندوق وحش وسلاح غريب. فإذا تردون تعرفون شنو هاي الأسلحة اللي لقيناهن وأكثر وحش غريب لقيتها بهاي الصناديق اللي هو أطول كريبر بالعالم، فإذا تردون تعرفون شلون شكل هاي الكريبر وشلون الانفجار مالته ضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات وتابعوا هذا المقطع حتى النهاية. اليوم في ماينكرافت رح نجرب أكثر من 20 نوع وحوش بماينكرافت، ولكن الوحوش اليوم غريبة. من بين هاي الوحوش اللي رح نشوفها هو وحش الكريبر الطويل. فبسم الله الرحمن الرحيم، طبعا عندنا بهذا الصندوق دروع نذر رايت وستاك جولدن أبل ويعني شغلات أسطورية. واو واو، شوف الدروع الجولدن أبل، شوف الدروع الجولدن أبل والسيف مال النذر رايت، والله كلش أسطوري. طبعا عندنا قانون بهاي اللعبة، القانون هو بكل اختصار انه احنا كل ما نفتح صندوق نجي هنا نجرب شنو موجود داخل ذاك الصندوق، ولكن دقيقة هذا الصندوق راح نحتاج له. فهسه اقول لكم شنو راح اسوي، راح اخلي بهذا المكان حتى نقدر نصعد وننزل، فهمتوا علي شباب؟ اوكي، راح اخلينا هاي البلوك هنا حتى انه احنا نقدر نصعد وننزل. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدي نفتح اول صندوق ونكتشف شنو داخله. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. واو يا شباب، شوفوا شنو موجود. شوفوا هذا السلاح، والله غريب. شنو تتوقعون يسوي؟ هاي شنو؟ جاي تسمعون الصوت؟ جاي تسمعون لو ما تسمعون؟ اوكي، ولكن اعطانا بلوكة حظ. شنو تتوقعوا راح تجينا؟ لازم كل شيء نجربه بهذا المكان. فبسم الله، اوكي، جولدن جزر وحب اشكالات. فنشوف هذا شنو؟ الله 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 الله، اي بخ، او ماي جاد، شنو هذا شباب؟ شنو هذا السلاح؟ جاي تسمعون شي شو؟ لا لا لا، رهيب هذا السلاح. ويييي، مع السلامة. شنو مطح؟ ويييي، حتى هذا الوحش ما شفته يا شباب، والله ما شفته. هاي شنو هذا الوحش؟ او بنيه او ماي جاد، الله الله الله، حرقتني على البنيه، والله بنيه شباب، بنيه زومبي ولكن على شكل بنيه. دقيقه خلي نجرب ننزله بالماي حتى شنو، حتى ما يموت. يا غبيه يا بنيه يا زومبيه، او اكو طريقه حتى نفلت. اوكي، اسحب على هذه الزومبيه البنيه وننتقل للصندوق اللي بعده. اوكي، واو يا شباب، شوف الصندوق اللي بعده شكو عندنا. واو واو واو، شوف هذا السلاح، والله رهيب. او ماي جاد، سلاح لونه احمر يخبل، والله كلش اسطوري شباب، شوفوا ما احلاه، حرفيا كلش جميل. ولكن كالعاده خلي نجرب نشوف شنو راح يطلع لنا. ورود 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 بكل مكان. لا لا لا، حلو 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 حلو، ولكن شو اسوي بالورود شباب؟ يلا خلاص، راح اخليهم كلهم نيجي على الاقل حتى يكون المكان شوي حلو شباب. اوكي، هذا كله راح اخليه. يلا خلنا ناكل ناس جولدن جزر، ويلا هسه نروح نجرب هذا السلاح شلون القوة مالته يعني. اوه، وما بي صوت، شنو؟ والله ما ادري. فبسم الله، هاي شنو؟ هاي شنو؟ موتي، هاي شنو؟ والله بالقوة داي تموتين، ولكن ما عرفت شنو هذا شباب. ها، زومبي البحر، زومبي البحر شباب، ولكن على شكل بنية. بس والله السلاح كلش اسطوري شباب، شوفوا 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 الصوت مالته، ما بي صوت يعني، صوته خفيف كلش، صوته خفيف كلش. اوكي، تعال طا. اوكي ماكو مشكله، فهسه خلي يجبرنا هذا السلاح ويجبرنا هذا الوحش. وخر وخر، ونجبر كل شيء وننتقل شباب على طول على طول للصندوق اللي بعده. اوكي، الصندوق اللي بعده. او ماي جاد، شو السلاح؟ شنو السلاح؟ شنو هذا شباب؟ والله العظيم جدا غريب. فحرفيا الشكل مالته جدا جدا جميل يا شباب وبنات. يلا يلا، لازم بس اجربه باي طريقه كانت. فخلينا نجيب هذا المكان ونفتح عندنا كالعاده بلوكه الحظ. او ماي جاد، شباب انحصرنا. اوكي، لازم افلت باي طريقه، لازم اهرب. او ماي جاد، هربنا شباب من هذا المكان. هم زين، والله العظيم هم زين. عندنا شو اسمه، عندنا دروع مال نذر رايت وعندنا جولدن ابل، يعني مستحيل نموت احنا. اوكي اوكي اوكي، لوك الجولدن ابل. يلا شباب، هسه خلينا ننتظر لين ما تختفي النار، وراها شنو نشوف هذا شنو. طيب هاي شنو؟ هاي شنو؟ هلا والله بنيه، خليني اشرف عليك السلاح. اوه اوه، شو هالسلاح؟ او ماي جاد شباب، او ماي جاد، رهيب. شوفوا شوفوا شوفوا، والله اسطوري شباب، عبالكم جاي العب ببجي او جاي العب بلعبه اسطوريه، ولكن شنو هذا الوحش؟ ما عرفته، والله ما عرف شنو هذا الوحش شباب بالضبط. او اقدر ايم، او ماي جاد اقدر ايم. حلو حلو حلو، موت 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 موت، مشكله، طلق الطلق الطلق، مشكلته. لا، جاي تنحرق، جاي تنحرق، لازم نطفئ النار. اوكي، اشمر هذا السلاح، وي باي باي، واشمر هذا الوحش اللي ما اعرف شنو، مسكين ما مات.
شنو ما مات والله غريبة ما مات. اوكي على السريع نروح هسه الصندوق رقم 4. تمام شوفوا شنو عندنا بصندوق رقم 4. والله العظيم هذا سيف خرافي، ماكو مشكلة ما نقدر نقول عليه خرافي، لازم انه احنا نجربه. سكيلتون جيرل، او ماي جاد شباب شفتون مرة بحياتكم سكيلتون ولكن بنية؟ نجرب. او سكيلتون بنية، والله سكيلتون بنية، شوفوا الشعر مالته. واخر شنو السلاح، شنو السلاح، او ماي جاد سلاح رهيب شباب، جربنا بلوكة الحظ. اوكي تعويذات والله حلوة شباب، حلوة. ليش ما ضفوا هيك بماين كرافت؟ يصير سكيلتون العادي وهاي سكيلتون البنية يتزوجون بماين كرافت. هاي لا موتي سكيلتونية، موتي. اوه ماي جاد، لا حلو حتى السلاح حلو، وهاي السكيلتونية البنية حلوة. اوكي ماكو مشكلة. موتي برا شوفوا ماتت اي ماتت مسكينة. اسحب على السكيلتونية البنية ونروح نشوف شنو موجود بعد شغلات، شنو الشغلات اللي نقدر نلاقيين في الصندوق الخامس. اوه ماي جاد شباب شوفوا هذا السلاح ايش قد طويل، واو كلش طويل شباب. لا شباب لا لازم اجرب هذا، شوف اسمه بيج ايرون شباب. او شوفوا حتى اقدر اركض اذا ايم، والله حلو هذا، حلو كلش خرافي. بس شوف او ماي جاد شباب، او ماي جاد شنو هذا مات؟ او وذر سكيلتون شباب، وايتر سكيلتون ما ادري شنو، فجرت الدنيا. لا ولكن شوفوا شباب والله حرفيا هاي الوايتر سكيلتون ولكن على شكل بنية. والله جتنا موتي بلعي والله. وقع الراس مال الوايتر سكيلتون شباب. هلا والله حلو، ولكن تصدقون هذا السلاح ابو طويل كلش قوي شباب، فبمجرد ما احنا تقريبا مجرد لمسة اثنين حرفيا طلقتين قدرنا انه احنا نقتلها الهاي البنية مال الوايتر سكيلتون. او ماي جاد وحش كله بنات اليوم، وراح نشوف اعتقد هسه يعني بعد صندوق او اثنين راح نكتشف شنو، راح نكتشف ان شاء الله يا شباب، او راح نجرب نشوف اطول كريبر موجود بتاريخ ماينكرافت. او ماي جاد يا شباب شنو هذا السلاح يا شباب، فحرفيا هذا السلاح اول مره اشوفه بحياتي شباب، ما اعرف شلون يشتغل، ما ادري شباب شو السالفه. طيب شنو هاي عندنا استري جيرل ما ادري شنو، هاي عرفها هاي وخري. قوي العن خيره لا خلص طلق لا موت مشكلته شباب، مشكلته ما عندنا طلق، عندنا فقط محاوله واحده او اثنين. او ماي جاد يا شباب طيب اني هسه صارت الدنيا ليل ولكن اكو مخاطره شباب، السرير موجود هنا، يعني اذا هسه ننام تتوقعون باكر الصبح نلاقي نفسنا جو لويا، فتعالوا خلي هسه نكمل نفلش هاي بلوكة الحظ نشوف ترى اي بيش اسمه اسفنجه. حلوه الاسفنجه تفيد، هسه اقول لكم شنو راح نسوي من خلال هاي الاسفنجه. او ماي جاد صارت عندنا هاي التعويذه مال سلولنس، ما ادري اعطانا اياها ذاك الوحش مال قبل شويه، خليها لنا شباب بلكت اذا نقعد الصبح ما ادري شو نقدر نسوي بهاي البون ميل، والله كل شيء ما نقدر نسوي شباب. ردنا بعد بلوك حتى خاف اوقع شباب، خلاص راح افلش لك حبتين ديرت حتى من هسه لا سمح الله ما اريد انزل اللي جوا بعدين اتورط، شلون راح ارجع اصعد مره ثانيه. صبحون على خير، خلي ننام ان شاء الله باكر الصبح نشوف اخرتها. اوكي صار الصبح يلا ليتس جو نفتح الصندوق رقم 6. اوكي حلو هذا السلاح مثل ما جاي تشوفون، هذا اليوم راح نجربه، هذا معروف انا اعتقد شو اسمه هذا ام بي 5 ما ادري شباب شنو هاي كريبر جيرل. او ماي جاد يا شباب راح نجرب الكريبر ولكن بنت، كريبر البنت. او ماي جاد لو تفجر او رهيب هذا رهيب، شفتوا شباب الكريبر البنيه شلون. او ماي جاد شوفوا لا تقتلي لا تنفجر والله خرافي. اوكي يعني تخيلوا اذا كانوا موجودين ماينكرافت هذول، والله بتكون ماينكرافت احسن. بس دقيقه خلينا نجرب واحد اثنين ثلاثه كريباريه، وراح نجرب انه خلينا واحد ينفجر. اوكي انقتله وهذا انقتله، لا اوكي فجر اوكي انفجار طبيعي مثل الكريبر. والله حلوات شوف عنده بدله فخري، مودي مسكينه. يلا خلينا نقتل الكل، شنو ما ماتوا؟ اسحب عليهم ويلا نروح على طول للصندوق اللي بعده.
والله شباب لو كان عندي اكس كنت كسرت لي يعني شكل صندوق خلصه كسره. اوكي احنا وصلنا هنا خلي نحط لنا ورده. اوكي كل ما نخلص صندوق نحط لنا ورده حتى نعرف احنا وين الصندوق اللي بعده. اوكي السلاح اللي بعده عندنا هذا السلاح الخرافي وعندنا جوست سبون. او ماي جاد جاست شباب جاست شباب جاست هذا اعتقد قوي. يلا يلا خلينا نفتح لنا الاوكي بلوكة حظ. اوكي بلوكة ايرون. او ماي جاد شنو شبح شبح. او ماي جاد شباب شبح ولكن ينحرق. واو جانا شبح. موت موت يا شبح موت. بس حلو هذا السلاح شباب تصدقون ولكن الايم يخرب الايم يخرب. شوفوا زي ببجي موبايل بالضبط. برا يا شبح برا 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 لك شنو يطير طلع هاي شكو. والله خلي نجرب يدمج. لا ما يدمج الشبح. اه ما يدمج ما يدمج ما يدمج والله الشبح طلع ما يدمج يعني وين ادري يا حسبالي ولا يدمج. لا شبر بيضه مال تنين حرامات كنا اخذتها من ماين كرافت. يلا عادي عادي سريع 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 خلي نكمل. اريد اوصل للكريبر الطويل يعني شباب اريد اوصل للكريبر الطويل. او ماي جاد شوفوا هذا السنايبر. هذا اعتقد سنايبر مو هيجي. او ماي جاد موزبرغ اسمه موزبرغ جاست نفس الشيء شباب وايتر جاست ولكن هذا اعتقد شبح ولكن يقتل. اي اكس هلا والله هلا والله هلا والله الله يستر. او ماي جاد ابلع. او ماي جاد شباب وان شوت وان شوت. شنو هذا مختلف هذا بنفس الجيلانه. لا 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 خلينا نحط واحد اثنين ثلاثة أربعة. اوكي شوف يدمجون والله يدمجون يدمجون. اسف ام سوري ام سوري ام سوري ام سوري. اوكي موتوا كلكم موتوا. او ماي جاد شباب الشاشه صارت كبيره. لا لا هذا ما مات هذا ما مات. هاي شنو صدق كذب تعال موت. او ماي جاد شباب تعال هذا لازم اللزمه بوحده اكس وحده اكس موت يا ورع اسحب عليه. اوكي كملنا كلنا هذول جربنا السلاح. لا لا زين السلاح ولكن مشكلته انه عسري عسري خلاص. فننتقل على طول على طول بدون تضيع وقت ننتقل للصندوق اللي بعده. اي دقيقه خلينا نحط لنا هاي الورده هنا حتى نعرف انه احنا وصلنا لهنا. اوكي انا شباب هاي هذا السلاح اعتقد زي اليوزي اللي يلعب ببجي موبايل. طبعا اللي يلعب ببجي موبايل خلي يكتب لنا بالتعليقات اللي ما يلعب قال لي ما يلعب. اوكي هاي شنو هذا منو. اي 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 شكو شكو شكو. او ماي جاد شنو سوت لي هاي شنو سوت لي. انطتنا ماينينج فتيك. او ماي جاد شباب شنو هاي ولكن ما عرفت شنو هاي بالضبط شباب. هاي هذا الوحش. طيب السلاح عادي سكار اسمه. او شباب هاي شنو والله العظيم اول مره اشوف لي شيء زي كذا حرفيا شباب. هذا السلاح ما عجبني نهائيا كلش ضعيف مو مثل الاسلحه اللي قبل هاي شباب اقوى. خلي شوف ايش طلع لنا. اوكي هاي لوحات ما نريدن. يلا يلا شباب راح نوصل راح نوصل راح نوصل قبل نوصل اطول كريبر بالعالم اطول كريبر بالعالم قربنا نوصل له ما باقي شيء. اوكي سكار هذا سكار شباب سكار محبي سكار. اوكي ليش سبون هاي شنو. لا 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 لا. او ماي جاد شباب ايش سوالي. او ماي جاد هذول فيكس ما ادري ايش اسمه فيكس ما ادري شنو هذول اللي موجودين ذاك المعبد. او ماي جاد شباب او ماي جاد ابزين عندي جالي سلاح قوي شباب والله العظيم كنت تورطت. اوكي هيرو فيليجر هيرو فيليجر. او والله جالي دايموند هسه ابادل وياك عم القروي. ما عليك ما عليك عم القروي هسه تجيلي دايموند على طول ابادل وياك. اوكي دقيقة نجرب هسه الصندوق اللي بعده نشوف شاكو داخله. او هذا فتحناه. اوكي يعني هنا احنا وصلنا. اوكي هذا التامي جان التامي جان هلا والله ولكن هاي المشكلة مال الاوغري سبون. شنو يعني اوغري اوغري شنو اجري يعني يركض والله ما ادري. اوكي نجربه. لا 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 قوي هذا قوي هذا قوي هذا قوي. او ماي جاد ما تيموت. ايه مزين مات والله فضيت عليه هذا كامل التعشيق كامل هذا مال التعشيق شو اسمه شباب الذخيره كامله مال هذا التومي جون. او ماي جاد وحش كلش غريب هذا اول مره اشوفه بحياتي حرفيا يا شباب والله العظيم وحوش كلش غريب اول مره جاي اشوفهم بحياتي. يلا يلا عادي عادي ماكو مشكله نجرب باقي الوحوش. اوكي اوه هذا اعتقد السلاح جربناه قبل شويه. لا لا ما جربناه جديد جديد جديد. اوكي يقذف زي النار او شيء زي كذا. اوكي هاي بيضه ولكن بيضه ورديه. اوكي اسهم كلش زين. نشوف البيضه الورديه. او شنو هالبنيه شنو هالبنيه. او ماي جاد دقيقه خلي نجربها شو تسوي لنا. الله 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 حرقتنا حرقتنا حرقتنا. موتي موتي موتي. او ماي جاد خلاتنا نجوع خلاتنا نجوع هاي البنيه الورديه. يلا يلا ماكو مشكله اسحب عليها اسحب عليها.
يلا يلا ساش قد بقنا من صندوق خلينا نحسب خلينا نحسب اوكي هذا الصندوق فضينا لا ما هذا ما فضينا يعني صندوق 2 3 4 5 6 7 اوكي اوكي سبع صناديق حرفيا ونختم علم الوحوش في ماينكرافت هاي خلق قروا قاعدين انا سجلي دايما بدل وياك اوكي صندوق اوكي جولدن ابل زياده اصلا احنا ما اكلنا جولدن ابل من البدايه فما ما عاجلنا ناكل ما عاجل خلي نشوف هذا شنو او ماي جاد هاي همنا شو اسمه بيضه ورديه خلينا نجربها بهذا المكان بعيده هاي شنو او 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 او, أو سلايم وردي هاي شنو اشنو هذا شباب سلاح هذا زي او ماي جاد والله شوف الدمج اي دمجون مثل السلايم مالتني الخضر ماي دمجون موتوا ولكم موتوا ورعين لا 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 دفوني دفوني دفعوني دفعوني موتوا موتوا قتلكم قتلكم يا السلايم الملونين موتوا اوكي خلصنا من عندنا هذول السلايم الملونين لا لا حلوين الصراحه حلوين شوفوا شوفوا ما احلاه هذا لونه وردي يعني كل واحد له لون هذا مثلا وردي هذا نفس الشيء وردي اوه 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 شنو 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 لا 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 شباب لا 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 دقيقه 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 لا لا شباب ما تفهمنا هيك ما تفهمنا هيك حرفيا ما هيك تفهمنا احنا موتوا كلكم بلعوا 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 يا سلايم اوكي شوف هذا ازرق هذا لون ازرق هذا لون ازرق هذا اخضر يعني مو فقط وردي اكو هذا احمر اي اكو 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 اختلاف اكو اختلاف اكو اختلاف هاي وخروا ولكم وخروا علي وخروا طع طع هاي شنو هذا 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 شنو ما يموت يموت بس بزياب هذا والله غريب غريب امره اوكي ناكلنا جزر لان الصراحه الجولدن ابل اذا راح ناكله راح تطلع عن فقاعات فما ما حبين وقت الحاجه شباب نستخدم الجولدن ابل فقط وقت الحاجه اوكي الصندوق اللي بعده هذا فتحناه مو هيك اي فتحناه الصندوق اللي بعده عندنا هذا السلاح مال الفضائيين اللي الصراحه راح نجربه على هذا عمو القروي طا مسكين وان شوت شباب حرفيا مسكين والله مسكين هذا القروي اوكي بسم الله دق لناك واحده ما بيحط او ماي جاد او ماي جاد انحبسني انحبسنا شباب انحبسني انحبسني اوكي شوف هاي الله 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 البئر امنيات الله يستر من هذا البئر الامنيات يا شباب حرفيا الله يستر من عده اوكي فلوس لا لا يا شباب لو ما كانت اللي هسه ذاك القروي لو ما كانت اللي مخلي عايش شد تبادلت وياه لا شباب لا 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 شنو فايدة الدايموند هسه شنو بس قولوا لي شنو فايدة الدايموند قلبي اوكي ماكو مشكله هسه خلي اجرب هذا الوحش اوه اشيل البنيه اشيل البنيه والله خل اشوف دمج 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 وخري وخري عليه اي وخري بنيه اوكي ايزي ماتت اوه طلع السلايم مثل قبل شويه موتوا 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 مالي خلكم مالي خلكم يا سلايم جربناكم ولكن هاي البنيه غريبه شباب الصراحه دقيقه خلينا ندفعها اوه بنيه صارت صفرة صارت صفرة وخري 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 علي وخري وخري ولكي يا اخي وخري وخري او ماي جاد راح تقتلنا راح تقتلنا راح تقتلنا شباب لا 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 ما اريد اموت ما اريد اموت ما اريد اموت ما اريد اموت اكل اكل جولدن ابل جولدن ابل بعد جولدن ابل بعد وحده بعد وحده خليها خليها تقتلنا ماكو مشكله ماكو مشكله علقد 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 شباب خلطني علقان بيها يا اخي شنو هاي او ماي جاد يلا اوكي خلاص اسحب عليهم نجرب هسه الصناديق اللي بعدين وحتى نكتشف شكو داخلين ويعني بلكي تطلع داخلين شغلات اسطوريه نشوف لنا هذا السلاح بعد ما نحتاجه هذا بعد ما نحتاجه هذا بعد ما نحتاجه شباب يا اخي شو وقت راح نوصل لهذا الكريبر ابو طويله والله العظيم ما ادري اوه ايش عجب صارت الدنيا ليل يا الله صارت الدنيا ليل خلينا ناخذ لنا غفوه سريعه شباب خلينا ننام خلينا ننام خلينا ننام اوكي اوكي صارت الدنيا صباح والحمد لله والشكر على الحال يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ايش قد بقى لنا الصندوق اي وصلنا هنا يا صندوق 2 3 4 5 والله العظيم ما ادري شباب من بين هذول الخمس صناديق يا الصندوق اللي بين اللي موجود به هذا الكريبر خلاص هذا الكل خلينا نكسره شباب بما ان احنا بعد ما نحتاج له نهائيا يعني ما نحتاج ما نحتاج شيء صناديق شنو الصندوق هذا موجود هنا اوكي ماكو مشكله هسه هذني كل الصناديق ايش راح اسوي لي شباب راح خليني بهاي الطريقه لان اريد اشيل يعني شغلات اللي ما احتاجه لاني فكلنا راح نخليني بهذا المكان حتى اخلص من عدين اوكي ماكو مشكله شباب يلا يلا يلا, يلا سريع بسم الله الرحمن الرحيم اوكي عندنا هاي الصناديق شنو شنو الصناديق شنو نسوي بيهم شباب ادير شو اسوي بيه هذا كل شيء شغلات مو حلوه فيلا بسم الله الرحمن الرحيم شباب اخر خمس صناديق اخر خمس صناديق نفتح الصندوق الاول كالعاده شباب عندنا سلاح اسطوري اوه هذا خطير هذا خطير ولكن اعتقد هذه لنا المحاوله انه احنا نجربه فقط مره واحده فبسم الله الرحمن الرحيم يا الله اوكي جانا سيف حلو 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 بسم الله هاي شنو هاي شنو موتي او ماتت لا ما ماتت قلت لكم قلت لكم فقط طلقه واحده الله 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 دمج 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 هاي البنيه دمج موتي
ماي جاد ليش كلن بنات ليش؟ شوف والله العظيم بنية شباب هذا الوحش بنية ما ادري شنو هذا اول مرة اشوف هيك وحش بنية ما تحب الناس يلا ماكو مشكلة او شو انططنا ستروبيري انططنا فراولة اوكي هسه كملنا من هاي البنية فخلي انشبرنا كالعادة هذا السلاح بعد ما نحتاجه وهاي ما نحتاجين وهذا ما نحتاجين ويلا هسه كالعادة نكسر هذا الصندوق باقي 4 صناديق صندوق 2 3 4 الصندوق القبل قبل الاخير اوكي شنو بي جتنا هاي بزوكا شباب بزوكا حرفيا بزوكا يا شباب وهذه كاشا اسمها كاشا شو اسمه اوه لا والله بالغرفان شباب نجرب البازوكا علينا ولكن المشكلة طلقة واحدة يلا خلي نجرب نحط هذا الوحش هنا اوه طلعت بزونة هاي باخر بزونة النارية بزونة النارية تحرك 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 هاي شنو هاي والله ما تفهم هاي البزونة اوكي راح نجرب البازوكا على هذا ني شو اسمين بس قولوا وياي الخنازير طاح اوه ماتوا كلين وخربنا المنطقة اوه ماي جاد والله طلعت هاي البزونة تحرق شباب بزونة من النار شوف هسه خلي رسمنا هنا شوف شو راح توقع وي باي باي ما ماتت اوكي هسه نكمل اللي بعد شباب باقي 3 صناديق حرفيا 3 صناديق باقي ونخلص كل شيء اوكي فالصندوق قبل الاخير اوكي ايش عندنا بي عندنا كالعاده شغلات اسطوريه ميني جان جبار هذا شباب اسطوري هذا الميني جان خرافي عندنا ميلتي مونستر سبون ايج حرفيا ما جاي اعرف شنو هاي خلينا نشوف حظنا اوكي حظنا عادي هاي شنو هاي الناريه لا 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 لا, لا, لا. موتي هاي شنو تحرق شباب هاي شنو هاي الناريه والله خلينا نجرب القدرات مالته قويه لا مو قويه هاي شنو حرقت المنطقه هاي عنده لا 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 قوية ما نقدر عليها بالسلاح والله حرقتنا شباب حرقتنا حرق خلينا نطفي النار او ماي جاد حرفيا يا شباب ما قدرت اني دروع نذر رايت وسيف نذر رايت هم زين عندي هذا السلاح الميني جان والله رهيب اريد اسمعكم بالصوت مالته ثواني شباب نعلينا الصوت اخر شيء سمعوا والله صوت كلش اسطوري مالته حرفيا يا شباب الصوت مالته جدا جميل اوكي خلصنا الصندوق هذا قبل الاخير هسه الصندوق قبل الاخير كمان كريبر يا ربي ما طلع لي كريبر يعني الكريبر موجود باخر صندوق خلينا نشوف هاي شاكوبي هاي شوف ايش راح يطلع لنا وشوف شنو هذا الوحش اللي اسمه دود ميكي شنو دود ميكي اوكي بسم الله هاي شنو او ماي جاد اي اوكي مات ما عرفت هذا شنو المشكلة شباب انه النار جاي تحرقه اريد اعرف شنو هذا شباب والله العظيم ما ادري يعني اريد اشوف هذا شنو او لا هذا مال قبل شوية شباب بلعنه قتلناه همزين اريد هذا اللي اسمه ما ادري شنو دوميكي ما ادري او شنو هاي والله ما ادري شباب موتي بلعي ايه قتلناه خلصنا من عده يلا شباب هسه جاء الوقت الحسم او ما كسرنا بلوك الحظ اوكي لحمه يا مال زومبي عطتنا والله حظنا تبن اليوم اوكي فخلي هسه هذا شكل نشمرهين يلا ليتس جو او ماي جاد الاكس مالتنا الدايموند شمرناها بالغلط يلا خلينا نكسرنا هاي او شنو طلع هاي الشغلات مالتنا لا ما ادري يلا بسم الله الرحمن الرحيم شو راح فتحنا الصندوق الاخير فاذا تبي تحمسين حتى تشوفون شلون راح نسوي الكريبر الطويله ضغطوا لايك واشتركوا بالقناه وفعلوا جرس الاشعارات واو يا شباب واو هذول كلهم مال الكريبر هذه شو اسمها بيضه مال الكريبر عاديه طبيعيه طيب شلون شو راح نسوي دغيا نجرب من حظنا او بزازين راح يحمونا من الكريبر بلا دقيقه اي الكريبر شلون هذا خلي ابو طويل شلون اكو موجود هواي جام باودر ولكن حرفيا ما اعرف شلون اخلي ابو طويل اوكي شباب بلا دقيقه خلي نجرب لنا حركه اللي هي انه نشبر هاي الجام باودر دقيقه نشبر الجام باودر خايف هو شنو لا شفتوا الطول مالته شباب ول هاي تاريخيه شباب هاي تاريخيه دقيقه اذا رسبنا لنا بلا اذا ننطي دايموند
او ماي جاد شباب ما دا يعطيني مجال، ما دا يعطيني مجال حتى اشمر عليه. او ماي جاد يا اخي اريد اخل. او ماي جاد شباب هذا شلون شر راح يمسكه. او جت لي فكره خرافيه، خلاص راح نحبسه مثلا نسوي له حفره شباب، ونبقى شنو نبقى نطيب الجام باودر حتى شنو. لا تفجر لا تفجر لا تفجر لا تفجر والله خلني اشنو اشنو. او ماي جاد شباب، او ماي جاد شوف ايش قد طويل صاير. دقيقة اي ليش ما جاي اشوفه. او ماي جاد هذا رأسه. والله خلي بعد نطي جام باودر. اخذ 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 اخذ. شنو بعد ما ياخذ؟ ما يقبل بعد ما يقبل. بعد ليش ما تقبل يا غبي؟ دقيقة نجرب نطي دايموند. هاي شنو؟ هاي شنو؟ او بعد صار اطول من كذا. هاي صرت بعد ما اشوفه شباب. ما اقدر ابوع له ليش؟ ما ادري شباب هاي شنو ايش قد طويل صار. والله خلي نجرب. اعتقد اذا انطي دايموند يصير اطول شباب. اي اي لا 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 او ماي جاد ام زين ما قتلنا ام زين ما قتلنا شباب. فخلي نجرب هسه راسبننا هواي هواي هواي. اخذ صيروا طويلين، اريدهم يصيروا طويلين شباب. انا مالي علاقه. اخذ 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 ستاك كامل. اي شنو او شوف هذا الطويل شباب، هذا الطويل راح يوقع. بس لا توقعني وياك اوكي. او ماي جاد والله اصبر راح اوقع. لا 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 توقعني. الله لا يوفقك الله لا يوفقك. اوكي دقيقه هذا اريد لا نحشر خطيه. اوكي هذا اريد نطيه هسه شوي كم باودر. اوه ماي جاد لا 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 لا. او ماي جاد شباب او ماي جاد جاي تشوفون شلون جاي يصير طويل. فحرفيا كل ما انطيه جام باودر كل ما شو اسمه كل ما يصير اطول شباب. فدقيقه خلي نجرب اخر تجربه ننطي حبه. صار طويل بعد حبه اطول بعد حبه خلي راسه ينصقع. اوكي ننطي هواي هواي كميه. اعتقد بعد لازم ننطي دايموند حتى يصير اطول. اي شباب الدايموند يخليه اطول. اي والله صدق شباب. دقيقه نشوف راسه وين وصل. شو شباب والله عبر غريبه عبر شو اسمه هذه عبر هذا الديارت. اول مره اشوف لي كريبر غريب الصراحه. ليش او ماي جاد والله كنا راح نطيح هنا. فاريد اشوف الراس مالته وين وصل. واو انا والله استاذ كريبر. ولكن المشكله ما اقدر ابوع له شباب. ما اقدر ما يريدني. ما اخاف من عندي خاف. ما اقدر ابوع له بوجهه. هذا لازم اخليه ينفجر علي. لا